أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين عن امتنانها الشديد للرئيس السيسي لدعوتها للقدوم إلى مصر ومشاهدة عملية المساعدات الإنسانية في العريش ومعبر رفح الحدودية. هذا وتفقدت رئيسة المفوضية الأوروبية معبر رفح، وكانت أرسولا فوندرلاين قد عقدت مؤتمرا صحفيا من أمام معبر رفح أشادت فيه بدور مصر في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة.